ليه قلنا نعمل كورس التمهيد التشريحي؟ عشان حاجتين، ان احنا نفهم اما نقول كبد عارفين يعني ايه كبد، ان في بعضنا مش عارف يعني ايه كبد ولا موجود فين. هنمسك اعضاء الجسم كلها في هذا البرنامج، ما هوش كورس تشريح بمعنى كل الطب، انا بس هنعرف اعضاء الجسم ايه هي وبتعمل ايه ومكانها فين، وهنعرف البعد الشعوري بتاعها، ان ده اللي يهمنا، احنا مش محتاجين اكتر من كده. فاحنا قلنا نعمل بهذا البرنامج لان ده هيبقى مفيد جدا لكل اللي بيحضروا. طبعا الطب التصنيفي بعض حضراتكم بيشتغلوا اساسا في الكوتشنج، لانك بتستخدميه بتقري بيه قدامك، مذهل في قرايه اللي قدامك. الكلاينت يجي لي ويقول لي انا مثلا بشتكي من كذا وكذا، اقول له انت الشعور اللي وراه تماهي كذا كذا كذا، وهو نفسه غالبا مش عارف يوصفه. فاي حد بيشتغل كوتشنج مهم جدا ان يتعلم طب شعور تصنيفي، لان هو بيديله بعد عالي جدا في فهم الشعور اللي قدامه، في تشخيصه وعلاجه. مفيش ربع ساعه لقيت نفسي مش قادر ابلع وزوري ملتهب، ورحت الطوارئ قالوا لي ده زوري كله صديد. ربع ساعه او ربع ساعه زورها ملتهب، هناخد الكلام ده بالتفصيل، ملتهب ومش قادره تبلع. دي ده شعور غصب، غصب مش قادرة تبلع. البلع هو بداية الاستمتاع بالحياة، فأنا مش قادر أبلع يبقى أنا مش قادر أعمل إيه؟ مش قادر أعيش، مش قادر أستمتع بحياتي. المعاني دي في الطب التصنيفي عندنا بتبقى واضحة جدا، ده بعد مهم جدا في فهم مشاعر الناس ومشاعرنا إحنا ومشاعر الآخرين. فالتماهي التشريحي يعني التشريحي اللي بيعكس التماهي الشعوري، يماهي يعني حاجة زي حاجة، إحنا مركزين على الشعور مش على التشريح. احنا عايزين نقول ازاي ان التشريح بيماهي الشعور، وفي السكه بنعرف الكلى يعني ايه كلى، مكانها فين، بتعمل ايه ازاي. البرنامج بتاعنا بيتكون من اول حاجه هنتكلم عن نبذه عن الاصل الجنيني للانسجه. مخ الانسان عباره عن اربع اجزاء اساسيه، جذع المخ والمخيخ ونخاع المخ والقشره المخيه.